وحدها تقرر، هي من تسيطر، تساعد وتدعم وتساند، لو أجبروها تعاند. يقول البعض نحن فعلنا وأتينا، وهي تنظر دون أن تساوم أو تزايد. كبيرة بمواقفها، حكيمة في قراراتها، قوية بقدراتها، من أجل حقوق الأشقاء تواجه ولا تبالي. لن يمر أحد دون أن تعبر المساعدات لغزة، قالتها بشموخ، ورغم الضغوط أبت الرضوخ. هي مصر، ستبقى قوية عفية، يملأ اسمها الآفاق رغم أنف من يتغافل أو يعاني الصمم، وحتى من مسه الخرف. بالأمس واليوم وغدا يقولها الرئيس دوما، لا للتهجير ولا للتصفية، يقولها بحسم وحزم ووضوح وشموخ. قالتها مصر بلسان المتحدث باسمها إلى العالم كله، لن يحدث. لذلك قضي الأمر الذي فيه يتآمران. هنا مصر لمن لا يعرف ومن يعرف، هذا قرارها وقدرها. كانت مصر هي خط الدفاع الأول والأخير عن فلسطين، وستبقى رغم أنف الحاقدين والخاسرين.